السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم شادي القادم من الخلف بسرعة البرق بس سلو موشن. طبعا ما حقول لكم انا متواجد حاليا في شوفوا جوان شاش، ما تقولوا بتكلم صيني وانا لا، لكن الحين الساعة 7:30 تقريبا صبح، ويا رب ما يمطر لانه هذا 10 يوم اطلع صور وشايفين ضباب. احنا مش في مدينة استوائية، لكن صار اسبوع 10 ايام كيف اوغست سبتمبر سنة كله مطر. لكن قبل ما نبدا لا تنسوا تشترك في القناة، تفعل زر التنبيهات، تسوي لايك، تسوي كومنت، واذا مش متابعني تابعني على الانستغرام، بقرا كل الكومنتس، بقرا كل الدي امز. بما اني لسه مش مشهور فالحق تواصل معايا، لا تعرف قريبا حصير مشهور والوقت يلا نبدا. مقدمة بسيطة، أنا حاليا في مدينة شينيا، أكبر مدينة في مقاطعة لياونينغ، أكبر المقاطعات في الصين. طيب وبعدين عشان تكون واضح الصورة، ناخذ الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية كمثال. مساحة الرياض 2000 كيلومتر، أنا مزود من عندي شوية، ومساحة شينيانغ 13000 كيلومتر. طيب أرقام ويكيبيديا نوضح أكثر. لو تجيب 7 الرياض، يعني 7 التخصص، 7 الملك فهد، 7 البطحة، 7 مدري إيش، 7 الرياض بكبرها تساوي 1 شينيانغ. 7 حس كبيرة الصراحة، 7 الرياض، واو الرياض كبيرة، بعدين 7 لا، شوفوا المعلومة يمكن غلط، أنا سويت بحث سريع على ويكيبيديا لكن صح غلط معنا، المهم مدينة كبيرة. ليش قاعد أقول هذا الكلام؟ لأنه اليوم حناخذ سياكل، دبابات، سكوتر، ونحاول نلف المدينة نخلص مشاوير، وراح نشوف إنه أكثر الشوارع في المدينة مهيئة للسياكل. طبعًا مش كلها، تقريبًا السل إحنا في شينيا مش أمستردام. عشان نبدا الجوله لازم يكون معنا سيكل، ما عندي سيكل فحنستاجر سيكل. طبعا في شركات وتطبيقات كثير مليون نوع بيوفر هذه السياكل والدبابات والسكوتر، كانه في تنسيق بينهم، يعني كل منطقه تلاقي نوع نوعين، يعني من هنا مثلا كله ازرق وراي اوكي، لكن مش انه هذا النوع اللي مسيطر على المدينه، لا بالعكس، يعني بتروح الحي اللي بعده بتلاقي لون اصفر اخضر. شركات ثانية، أنا حاليا مشترك في سياكل ألي باي، يعني أي سيكل من هذه الشركة بشوفه بأي مكان في الشارع بس بسوي سكان باخذ السيكل ملكي، لين أخلص مشواري بسكره وبمشي. طبعا طريقة فتح السيكل سهلة، عندهم آب حتحمل الآب، بعدين حتختار نوع سيكل، دباب، سكوتر، بعدين حتسوي سكان كل سيكل عليه كيو آر كود خاص فيه، حتسوي له سكان، بعدين حيطلع لك هل موافق للشروط، حتسوي أنا موافق ما حتقرا هذا الشيء وبس، حسب سرعة النت الثانية 3 ثواني فتح السيكل. شيل يا مدير. يعني لي حركات اخراجيه. المهم الحين احاول انطلق الى الداون تاون، يبعد من هنا 4 كيلو. عشان اوريكم شياب بس. صراحة ما كان في الخطة هذا، أول مرة أدخله، أتوقع من هنا الدخول، والله أعلم من حسب الديكور تبع المكان معبد، فأخاف أدخل بعدين يقدموني قربان للآلهة، شكراً الله. لما تلاقي مكان فيه شياب صينيين كثير أعرف إنه تاريخي ديني، الصخرة من 17000 سنة، مالي أنا، بقدر الأماكن التاريخية والآثار وهذا الشيء، لكن لما المود يكون مود عائلي يعني مش جو هيك. المهم تطلع من هنا وتلاقي بايكس، شوف بكم ثاني حنفتح البايك، عدة، أوكي؟ 1 2 3 فتح، ليتس جيت إت. ان شاء الله ما نصدم احد. I don't give a fuck.
عامل حسابي اني اجي هنا في النص كذا لوكيشن حلو اقول لكم الاسعار واتفلسف شيء، بس لم تزبط الخطه. مست اب الداون تايم. المهم التعميم لغه الجاهل، وانا اتفق مع هذا الشيء، لكن اكاد اجزم 98% من اللي قاعدين يشتغلوا كل هذول شياب. والله شياب، انا ما بشيل قطعه الرخام اللي هم بيشيلوها، كيف الشغل ما بعرف. هذا موضوع حلقه حتى افكر فيه. نوع من التغيير، خلنا ناخذ سكوتر، تقريبا دباب سكوتر، ما ادري كيف تطلع. قاعد يحمل، فتح. اهلا بالعيد، جرب. جبنا العيد. هذا دباب سكوتر، تسميه زي اللي تسميه. اول شيء تخيل اني صاف ماي باخ وراي، اوكي؟ انا بستخدمه اكثر شيء الصراحه سياكل الي بي، يعني شركه الي بي سياكل، دبابات، سكوتر، ما بعرف ايش عندهم كمان. طبعا استخدام الدباب في شركات يوميه، شهريه، سنويه، الدباب غير السكوتر غير السياكل، لكن السياكل لما تشترك شهريا الشهر ب 20 كواي بيعطوك كل يوم ساعتين فري. سؤال عربي منطقي، الحين انا لو فتحت هذا كسرت القفل وحطيته عندي في البيت خلاص صار ملكي، صح؟ صحيح، لكن انت عشان تشترك في هذا لازم تكون مسجل بالي بي، وإذا عشان تسجل في الي بي لازم تحط صورة جوازك، رقم جوالك، تمسك جوازك تتصور فيه. عشان تدفع في الي بي لازم تكون حاط بطاقة البنك تبعك، عشان تحط بطاقة البنك تبعك لازم يكون عندك بنك. يعني لو حتتخبى في بطن امك حيجيبوك. قبل كم سنة في دولة عربية حطت سياكل على كورنيش، ايجار وحركات، الناس يجوا كسروهم وحطوهم في سياراتهم، سلام عليكم شيء المدير تبعي. لا تحسب انه كلامي الصينيين ملائكة، لا لا، نفس البشر، لا ذمة ولا ضمير، لكن في قانون بس. الحين بما انه في اشاره للسياكل، ها علامه سياكل، يمكن 10 سياكل بيرصوا جنب بعض، لما تفتح الاشاره ما انتبهت يا اخي قاعد العب بالجوال، ايش حيسوي لي؟ حيدفني كذا ولا وجده؟ اوكي الحين اذا قطعت الاشاره في مخالف علي طيب ولا لا؟ في اسئله كثيره يا اخي، مشكله كيف ما تعرف. محترمين الاشارات، فتحت اشاره وانا موقف. ايوه تفادوني محترمين، اكيد حتسال نفسك يعني ما في صينيين قاعدين يقطعوا اشارات، انا موقف، هاي اول مره ما في بتعدوا الحدود يعني، بس قطع ما بيقطع. في واحد قطع للاسف، تجربه بعد في الفشل، خصوصا تبعون طلبات المطاعم فكله بيقطع. المهم وصلنا هكذا الى نهايه الفيديو، اذا عجبكم اكتبوا لنا ارائكم، سووا لايك. شوف الناس الفاضية بنين كوبري مسويين ممر للسياكل، الله كفار بس فاضيين. خليني اوقف هيك اقول شيء، المهم اشترك في القناة، سبسكرايب، كليك سبسكرايب، سوي كومنت تحت واكتب لنا رايك، ايش بدك تشوف، افكار، اقتراحات، نستقبل كل حاجة، وسوي لايك، اتوقع قلت سوي لايك، وبس والله، حتى هذا شوف علق.